يلا بداي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. دايرين صحباتي لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحة؟ كي جاكم ستونات؟ صحتك كي جاكم ستونات؟ يلا قولوا لي تبارك الله عليا وخلاص. عرفتوا شنو مراني؟ المهم راهي عند نادية، راها تعطيت لها الثوب، راني كنت شاكس معاكم النهار اللي عطيت لها الثوب، راه خيبت القميص ديالي قفيطين تبارك الله. هانتوما ها هي الخياطه باش تشوفوها مزيان. هادو الدويدات يقولوا لهم ياك. ايوا مزوخه الدويدات. صحتك الله يسلمك. ودخلت لي فيه حتى هو داك تريسماس داك السقلي و وزدت لي هاد التويشيه هنايا، انا ما كنتش قلت لها عليها، الله يعطيها الخير. صحه. ها المهم راهي دايره سبردينا معاها، ما تشوفوش لتحت. هادي خصها شي بليغه هكا. واو هذا اللي يتمشى في الحزام. واه بغيتي ديري الحزام ديالك؟ ما بغيتيش بلاش. خليني ديري بلا حزام، يعني قميص بالحزام ولا بلا حزام. وفي الحزام ديالو دارت فيه هاد التويشيات هادو، ما نعرفش سميتهم البنات، شوشات ولا كركوبات. المهم الشوشه راه كاينه وهاد الكركوبه. المهم كلشي راه باين في الفيديو. ايوا راني نشجعكم اصحاباتي، روحوا تخيطوا. هي بدات اللي عندنا كنتو تقولوا لي ما حناش عارفين الخياطه، ما كاينش شي خياطه احسن من هكا. يلا غير قولوا لي. زيدي كاع حتى انا باغي نجرب الشيء. شوفي كذا قلت لها دوري هكا هكا حتى هكا كيجيك. واه غير محطوط هكا. ايوا المهم انا عجبني قفيطاني وراها درتو لي كادو، الله يخلف ليها والله ما خلصت عليا حتى دورو. لا باش نقول لكم، انا نقول لكم ليش انا الله يعطيها صحيحتها والله يفرحها بالصحة والراحة. بالصحة والحبيبتي تستاهلي، قالت لي والله ما نخلص عليك، تستاهلي حتى انت قدام كانوا قدام الربح عليا. وعفوا جاوبك جاو تبارك الله، اللي جا جا واللي اتصل اتصل. ايوا الحمد لله. والصيف غادي يكون من جدة من فرنسا من كندا. فرنسا معجوبهم داك الشيء. تبارك الله جليبة سيرتها لكندا. المهم انا غادي نشارك معكم الجديد، وجليبة اللي هي سيرتها لكندا المتتبعة ديالي انا غادي ندير بحالها من غير تمنها. المهم خواتاتي تيبقاو معايا في فيديو حتى هو غادي يكون معتبر عند اختي ناديه، شي حاجه اللي زوينه ومعتبره عندها المليفه سخونه غادي نشاركوها معاكم. ومهم جديد راه كاين في هذا الفيديو، فبقى معايا. مرحبا مرحبا. يلا المهم بسم الله. هذه هي الجليبة اللي قلت لكم راه غادي نخيطها ان شاء الله اخواتاتي. شوفوا جايه في الكحل، هاد المليفه كشمير قلت لي. المليفه كشمير واه ها هي شوفوا كراه دايره. المهم مليفه سخونه ودايره لها تريسناس، وما نحكي لكمش على هاد الزواق اللي راه كاين هنا. الطرز ديال الكمبيوتر هذاك، وتابعوا الزواق ديال المعلم ديال كاترفيل، والعقيده هابطين حتى لتحت مع التريسنات. شفتوها كي دايره عامره وزوينه صراحه رائعه. بالنسبه للاثمنه غادي نخلي ناديه هي اللي غادي تقول لكم من بعد، غادي نخلي لكم نعاود نخلي لكم النيميرو ديالها، وطبعا تواصلوا معاها وهي غادي تقول لكم. مهم الاثمنه انا هذه راه عجبتني، وان شاء الله راه غادي تخدمها لي للعيد ياك. مرحبا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. زيدينا خيتي الجديد. هادي كنتو شفتوها في البلو، هي دابا هادي السيده كانت جات باش تقيس هادي في البلو، ساعه جاتها شويه قصيره ياكي. لا جاتها شويه مزيره وخدمت هاد اللون. هاد اللون صراحه زوين، هاد اللون فن. وهادي راه حنا كنا ديجا شاركناها معكم حضاريه. ها هي شوفوا الجلايل ديالها كيفاش دايرين. المهم راه غير لا ديفيرونس غير في لا كولور. هاد اللون صراحه زوين. اللي مازال ما شافتش الفيديو ديالنا اللي كنا درنا في الاول عند ناديه، كاع جليلبات كانت شاركتهم معنا هما والقفيطنات، غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو الاول ديالنا. المهم هاد الجلابه حتى هي راها مخزانيه، والثوب ديال الدان ها هو البنات، ها هو الدان، ودايره له هاد الطريصه، هادي طريزه زوينه بالنسبه للبنات اللي يبغيو يلبسوهم هكا مع لي بوت. مهم البيسه معتبره، يا هاد لا كولور فيها هادي اللي في المانكا. اللي في المانكا هي هادي بحال فيغ اوليفي، هادي كي خضراء يا كي خضراء زيتيه. زيتيه
هانتوما تشوفوا اللبسه ديالها في المانكا كتبان كثر الصراحه، وعاد من تلبسها مولاتها كثر وكثر. واه من يكون نيشان قياسها كاينه حتى هي هذه في الدار، وعندها طريزه مبدله. هاد الطريزه الصراحه حمقتني الخلاله صراحه، عجبتني بزاف. وحتى هذا الدان في هذا البلو، شوفوا البلو اللي راه هنايا عندكم في الفيديو ماشي هو البلو الحقيقي الصراحه، الوانات راهم ما كيبانوش في الفيديو. لي كولور الا بغيتو تجيو تشوفوا الكولورات الحقيقيين. واه حتى كتبان هاي هي البنت، هانتوما الطريزه كيفاش دايره. شوفوا له هاد لي كولور جاوا مع هاد البلو رائعين الصراحه. زيدينا اختي زيدي هذا لون اخر، نفس الثوب ونفس الرسمه. حتى هادو مخزنيين، ها هي جلابه مخزنيه وفيها هاد الطريزه ديال الخلاله. ها انتما صراحه زوينين، انا عجبوني، عمليين خفاف بالنسبه للخريجه هكا. هادو ديال الدان وهاد الطريزه حتى في الثمن شويه ناقصين على الاخرين، الطريزه ناقصين شويه. واخا يلا هيا شجعتكم البنات باش تجيو تشوفوا. اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها وتتواصل معايا في الواتساب ونعطيها كاع المعلومات. مرحبا. صراحة الكحل دخل عليه هاد اللوينات يجي يحمق. هانتوما وهادي راه دايراها في لاشين يوتيوب ديالها في المانكا، من ملبسها المانكا الصراحة جات باينة اللبسة ديالها رائعة. بنات القناة ديالي نوميديا كافطون، نوميديا كافطون غادي نخلي لكم تحت فيها الجديد ان شاء الله، غادي نخلي لكم الرابط وتدخلوا عندها البنات. شوفوا لي هاد الطريزه كيفاش دايره صراحه، تهدي زوينه تهدي الكحل ملك الالوان، ملك الالوان اي لون ديري عليها يجي زوين. تبارك الله عليك. الله يحفظك اختي. ديال البرد ديال وجده، هادي ديال البرد. هانتوما الثوب ديالها سخون، دايره لها هنايا هاد الشوشات في لي زيبول وفي الصدر، وهاد الثوب كي كيقولوا له هذا كشمير غليظ، كشمير بصح عرفتي هادي سخونه بزاف. هادي لبسي غير تريكو خفيف وخرجي ما يجيك لا برد لا. هانتوما تشوف هي الجلابه، راه الجلابه الصراحه ما عطياش حقها غير هكا، وانما من تكون ملبوسه عاد تبان داكشي همي باين. هانتوما ها جايه زوينه الصراحه، حتى اللوينات اللي كتختاري انا ديال اللوينات زوينين. شكرا تيجي تكروطار. ها انتما خواتاتي الجديد الجلبه، قولي لنا يلا مليفه حتى هما بالكاترفيل. واه هو الكاترفيل تريسنات، هادو فصاله مخزنيه في لي زيبول دايرين هاد هو داك الزواقه كاينه في لي زيبول وفي الكاترفيل في القب. في القب ودوريها عفاك، ها هو القب باش يبان لكم. المهم الموديل واللي تبغي تشوف عن قرب كيما قلتكم تجي وتشوف، راه المحل هنا باين. تنعت لكم اختي ناديه، مرحبا. رجعوا البنات من طرفك بزاف تبارك الله، مرحبا. اللي جات من طرفي الله يعطيها الخير، شكرا لكم. دفعت الواجد واللي دفعت خيطات بصحتهم كاملين، لان هنا كنقول لهم بصحتكم كاملين، صحتهم وراحتهم. ايوا راح نجيب لكم غير الجديد اخواتاتي. ها هي يلا زيدينا هدي الكريب هذا ياك، هدي كريب الكريب ودخلت عليه هنايا الكريب بالراندا وبالعقيق الماتسونو ماتسونو، وداك السقلية ياكي السقلية مزوقة بالسقلية. واو وجاية هاودة حتى لتحت، هانتوما تشوفوها البنات ومعمرة هداك العقيق كي كتقولوها هانتوما، منبتة منبتة راندا منبتة. واه هاي اليدين هما اليدين دايرين في هداك كي كيقولو لهم مخدومة حتى في اليدين براندا ودريسات دريسات كيقولو لهم دريسات. هادي ماشي جبلية، هادي ايفازي وكروش من التحت صراحة زوينة، فنة فنة. زوين تهدي نفس الشيء، هادي بالعقيق هاكاك، هادي راندا بالعقيق واه حتى
حتى هي ماشي مخزنيه هذه ايفازي ودايره العقيق حتى لتحت انتم تشوفوا ودايره لها في الملاقيات نعم ملاقيه ب واه ودايره لها في الكمام ها زوين حتى هذه زوين الله يعطيك الصحه راكي كتبدعي يا صاحبتي الله يسلمك الله يحفظك فاطمه امين عاوني ربي يخليك كاينه حتى هذه في لو نوار ندخل عليها حتى هي العقيق الراندا بالعقيق اللي تبغي هكا هاد الثوب هكا جاي زوين حلو الكرونه حتى هو راهم مهبطالو هذاك العقيق حتى لتحت تبارك الله عليك وخلاص الله يبارك فيك هانتوما تشوفو خواتاتي عندي هادي في البرشمان بها بالفولار ديالها ياك لا هادي غير قطيب خفيفه قطيب ديال البرشمان كاين اللي ما كتبغيش زعما شي حاجه كاين اللي كيبغي غير داك الشيء غير خفيف المهم كلها يد هادي تبارك الله جايه زوين خياطه متقونه هانتوما خواتاتي واه وكاينه هادي عاوتاني هذا الطرز الرباطي طرز الرباطي و دو بياس ياكي دو بياس التحتيه ديال الشبكه دوبل واه هاهي الشبكه ديالها البنات ها هي دو بياس طرز الرباطي هي لتحت باينين هاهي اللبسه ديالها البنات باش تكونوا شايفينها المهم لبسه جلابه هميه حضاريه من داكشي الرفيع المهم انا عجبتني اللبسه ديال النعمه تبارك الله عليها قلت لها والله حتى نصورها صراحه عجبتني وعجبوني هاد السوانات اللي دخلت هنايا ناديه جات لبسه هكا بنوتيه وجاتك زينه في الصراحه جيتي فنه الله يعطيك الصحه جيتي داك الشرف الله يفرحك المهم راكم عارفين البنيات مع السوانات هكا الشال وراكم عارفين جاها فن اللبسه المهم جاتك رائعه وروحي ورينا حتى هي الباسك اختي ناديه بغيت غير نقول لكم بلي اختي ناديه راه ما كديرش غير الجلالب ها هما انت هي الباس اللي راه لابساته هي تبارك الله ما شاء الله اللي تبغي تخيط لباسها عليها يعني بلا ما تشري ها هما داك الزويقات اللي راه دايره هي فن بصحتك داك فن تاتيجب درتي هنيش زعما مع لا طايل عندي ما يتسال ودارت له هذاك الوريضه هنايا في اليديدات راه كدير الباسات ودير البينوارات ودير البيجامات اللي بغيتو البنات ابار الجلالب وراه فيما كيكون عندها ان شاء الله الجديد غادي نجي ونصورو عندها ان شاء الله مرحبا ان شاء الله اللي بغات شي حاجه بلا ما نوصيكم البنات المهم خواتاتي اللي بغات شي حاجه تجي مرحبا بها عند اختي ناديه تليفونها هو في صندوق الوصف لي كومونتير زوينين ديالكم تشجيعاتكم لي لايك ديالكم باش هكا ديما نجيبو لكم الجديد الله يخطي اختي ناديه وشكرا بزاف على الكادو ديالك الله يلا كبر فيا الله يخطيك عليا الله يفرحك ولا يفرحكم حتى نتوما خواتاتي نتلاقاو فيديو جديد الى اللقاء